جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر. حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 2032 عنصراً إجرامياً ومصرع 8 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن. والسابق اتهامهم في العديد من القضايا، أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة. وضبط معهم 987 قطعة سلاح ناري، أبرزها جرينوف، و155 بندقية آلية، و129 بندقية خرطوش، و33 مسدساً، و669 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 305 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4598 قطعة سلاح ناري بحوزة 3869 متهماً، أبرزها اثنان جيرونوف ورشاشان وثمان بنادق و389 بندقية آلية و219 مسدساً و3432 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و535 خزينة، إضافة ل 7056 قطعة سلاح أبيض. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 26 تشكيلا عصابيا ضموا 100 متهما قاموا بارتكاب 92 حادث متنوع، كما تم ضبط 448 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف غموض 346 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 549 متهماً، كما تم إعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,331,994 حكما قضائيا، من بينها 8,907 حكم جناية و 718,991 حكم حبس جزئي و 124,414 حكم مستأنف ومليون ومائة وستة وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانية وخمسون حكم غرامة وثلاثمائة واثنان وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة وعشرون حكم مخالفة.